اهلا بيكم مشاهدينا في لقاء جديد مع بيت العيله، بنستضيف من خلاله اسره جديده، بنتعرف على افرادها، بنقدمهم لحضراتكم وبنشاركهم افكارهم طموحاتهم لبكره. المجال مفتوح والحوار ممتد، والاسر المصريه اللي بتساهم في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا وهذه الحلقه الجديده. حلقتنا اليوم نستضيف لكم بطلا أولمبي عالمي جديد في رياضة الغطس هذه المرة، حيث نجم هذه الحلقة هو الشاب العشيني مهاب مهيمن أسحاق، بطل أولمبي فوق العادة يساهم بقوة في إعادة اسم مصر إلى منصة الميداليات في رياضة الغطس في المحافل الدولية والأولمبية، المنصة التي طال غيابنا عنها لأكثر من عقدين من الزمن. شاب رصين يشارك في المسابقات المختلفة بمنتهى القوة والإصرار والثبات، فمن أولمبياد الصين للشباب للعام 2014 التي حاز فيها على الميدالية الفضية، وحتى أولمبياد ريو دي جانيرو يتقدم الشاب بخطى ثابتة وبإصرار نادر، محاولا تحقيق حلمه الصعب في الوصول لاعتلاء قمة اللعبة على مستوى العالم. نموذج مشرف يثبت أن البطل ليس مجرد فرد عادي، إنما هو نتاج أسرة. اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده بنتعرف من خلالها على اسره جديده في بيت العيله، وكعادتنا دايما بنحب نقدم نماذج من الاسر المصريه. معانا نموذج فعلا متميز، ولما بنقول متميز اتمنى ان انتوا لو تعرفوا التفاصيل من خلال الحلقه يكون ده حكمكم برضو. اسره متميزه انهم كلهم ابطال رياضيين، او خلينا نقول مارسوا الرياضه، ومعانا الاب هو اللي بدا ممارسه الرياضه، يمكن هو اللي حبب كمان اولاده فيها، الزوجه ايضا مارست الرياضه. معانا اسره كابتن مهيمن اسحاق احمد، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. مدرب سباحه حضرتك؟ مدرب سباحه. لكن خلينا نقول انك بطل سباحه تمساح من تماسيح النيل اللي كانوا بيعوموا في النيل ويدخلوا سباقات. بطل سابق في سباحه المسافات الطويله، عاشرت طبعا الجيل القديم لو الكابتن نبيل الشاذلي، الكابتن عبد اللطيف ابو هيث. لا نرجع، احنا عايزين كل التفاصيل بالراحه كده يعني نسترجعها مع حضرتك، بس هنقدم الاول العيله كلها. معانا الاستاذه نهله مصطفى، حضرتك موظفه مديريه الشباب والرياضه، لكن انتوا تعرفتوا في نادي رياضي وحضرتك كنت برضه بتمارسي رياضه او السباحه. ايوه مظبوط الكلام دوت. انا كنت في النادي الاهلي في الجام، ووليد كان بيمرن في الوقت ده في النادي الاهلي في البسين في السباحه، وتعرفنا على بعض في النادي هناك. الرياضه السبب يعني. الرياضه السبب. تقى برضو تقى، رغم ان انت دلوقتي يعني انت خريجه سياحه وفنادق وباحثه ماجستير دلوقتي، لكن انت برضو كنت رياضيه وسباحه. سباحه. مش كده؟ وصلت فيها لغايه مراحل يعني متقدمه كان. عموما اهلا بيكي، هرجع لك في التفاصيل برضه. ومعانا بطل بقى حلقتنا والبطل اللي لسه بطل معانا مهاب مهيمن. ايوه اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيده بلقائكم كلكم. احنا هنبدا بسؤال قبل بقى ما ندخل في التفاصيل، سؤال الحلقه اللي ببدا بيه ان انا احب استرجع معاكم الذكريات الحلوه. اول لقاء بقى والتعارف انت قلتي لي كان في النادي. ايوه في النادي الاهلي. سببه الرياضه. طيب ازاي اتطور بقى يعني؟ هو بحكم عملي في النادي الاهلي في الفتره اللي هي كانت سنه 1990 91 92 بعد ما رجعت من الكويت، لان انا كنت مدرب لنادي القادسيه، اتعرفت طبعا على زوجتي اللي هي مدام نهله في النادي الاهلي، هي كانت بتشتغل في الجيم وانا كنت مدرب السباحه في النادي الاهلي. اتعرفنا والحمد لله ربنا كرمنا واتجوزنا 92، واعتقد ان يمكن حكم شغلنا في السباحه وحكم شغلها في اللياقه البدنيه في الجيم ده كان السبب الاساسي ان احنا اولادكم يبقوا رياضيين. على فكره مش شرط، احنا بيبقى احلامنا كبيره قوي لاولادنا مش بنحقق احيانا منها نسبه كبيره او مش بنحقق اي نسبه، فلما بلاقي اب وام قدروا يحققوا فعلا ويخلوا اولادهم يحبوا حاجه ويبقى عندهم هدف وطموح،
بنقول اكيد الاب ده متميز او الاب والام دول متميزين. هو ايه حب الرياضه ازاي حببتهم في الرياضه؟ بص حضرتك، بحكم الظروف العمل يعني، بحكم ان انا النهارده مدرب سباحه وهي مدربه لياقه بدنيه، فاحنا النهارده من 12 ل 16 ساعه قاعدين في النادي. التواجد في النادي والولاد بيبقوا موجودين معانا في النادي بيتفرجوا على العاب مختلفه. النهارده احنا دورنا كاولياء امور ان احنا بنوجهه للممارسه، والحاجه اللي هو بيبرز فيها او ان هو بينبغ فيها بنحاول ان احنا نكمل، لان دي رساله احنا بنأديها. فبحكم طبعا السباحة، مهاب يمكن ابتدى تقى بحكم ان هي الكبيرة ابتدت السباحة الاول، وهي كانت بطلة سباحة في القصيرة في سباحة الفراشة، ومهاب برضك ابتدى برضك السباحة كسباح. لا انا عايزة تقى تتكلم عن نفسها ومهاب يتكلم عن نفسه، وعايزة حضرتك تتكلم عن بطولاتك وامجادك، لان انت هنا مش والد بس البطل مهاب، حضرتك نفسك يعني الحمد بطل. الحمد زي لله زي ما قلت في البداية تمساح من تماسيح. الحمد لله. يمكن انا طبعا يعني ابتديت السباحة كسباح مسارات قصيرة، سباح فراشة تخصصي، وبالتبعية تخصصت مهاب وطوقة في سباحة الفراشة. لغاية 78 اتنقلنا لسباحة المسافات الطويلة من خلال الكابتن فتاح أحمد فتاح الله يرحمه. شاركت في سباق النيل 1978، وبعدين بعد كده اتدرجت سباق سنة 80، سافرت مثلت مصر أولمبية يعني دوليا بره في انجلترا وفي يوغوسلافيا سباقات طويلة وبطولات الأرجنتين، والحمد لله يعني حققت فيها مستويات يعني في الاخر اطلقوا عليا تمساح من ضمن تماسيح النيل اللي هم الجيل السابق. تمساح النيل عشان النيل اولا النيل ميته تقيله مش كده؟ النيل النيل الميه بتاعته تقيله، لكن احنا بحكم ان كان لمصر الرياده في سباحه المسافات الطويله قبل ما تخش الاولمبيك جيمز، يعني احنا كنا ابطال العالم في سباحه الميه العذبه، الكابتن عبد اللطيف ابو هيف، الكابتن حسن حماد، الكابتن مرعي، كابتن نبيل الشاذلي، مدربين كتير جدا وسباحين كتير جدا كان ليهم باع طويل في الرياضه دي. دي كانت امثله وكانت نماذج بالنسبه لنا، احنا كنا بنقتضي بيها وحبينا اللعبه على اساس ان احنا نحقق مجد المصري يعني. فمشيت سباحه المسافات الطويله، دخلت كليه تربيه رياضيه، بعد كده بقى اتجهت لمجال التدريب، والحمد لله من خلال 1975 لغاية حاليا دلوقتي مستمر في أجيال كتيرة جدا اتخرجت وأبطال كتيرة ظهرت ونبغت في فرقة السباحة. طب بالنسبة لكابتن مهاب بقى بطلنا، يعني هو سباحة برضو نوع تاني، يعني ما دخلش السباحة العادية او تخصص في الفراشه؟ لا لا لا، هو ابتدى سباحه، مهاب ابتدى سباحه لكن وكان بطل. لا لا لا، حصل على السباحه المسافات القصيره، لعب فتره مسافات قصيره، لعب تقريبا 3 سنين. بعد كده كان هو اللي اختار انه يتجه للغطس. طبعا اول بقى يا ليه بقى؟ يعني اشمعنى الغطس اللي انت انتهيت بيه واصريت عليه في النهايه؟ بالنسبه لي انا كمهاب كان في حاجه اعملها غير الطبيعي، غير اللي انا متعود مثلا انزل بسين اعوم فيه. كان لا، انا كل يوم بنزل بسين بنط، بعمل حركات مختلفه. انا عندي تمرين عندي ما بيبقاش حركه او واحده او 10 حركات، يعني انا التمرين بتاعي ممكن يوصل 30 35 حركه مختلفين كلهم يعني عن بعض. يعني حسيت انك عايز حاجه فيها حركه اكتر، فيها حركه اكتر بالظبط، فيها يعني بخرج طاقتي فيها. احنا طبعا كلنا احنا اطفال بيبقى عندنا طاقه زياده. طب ايه الفرق بين يعني ايه قفز يعني، وايه الطاقه اللي بتخرج في القفز؟ واحنا بنشوف منطات بمسافات مختلفة، مش عارفين يعني، عايزين تفاصيل اللعبة وفنياتها. احنا عندنا غطس اصلا لعبة يعني مش اي حد بيشوفها كده ممكن يفهمها، هي اصلا ورا كل اللي بتفرجوا عليه ده بيبقى في حاجات كتير قوي بيبقى بيني وبين المدرب. احنا عندنا الثلاث بوردات في رياضة الغطس. ثلاث بوردات رئيسيين احنا اما بنيجي نلعب بطولة بنلعب منهم، 10 متر هو اعلى واحد، وبعد كده 3 متر ده بيكون متحرك، ال 10 متر ده بيكون ثابت كاني بنط مثلا من على الارض. 3 متر ده بيكون متحرك، بيبقى فيه بورد معمول عندنا بتكنيك معين، بيبقى فلكسبل شويه، بيبقى مرن تحت رجلي. وايه السبب ان ال 10 متر ما يبقاش متحرك شويه؟ يعني ثابت زي الارض؟ لو نطيت يعني انا طبعا مش عارف قوي، بس لو نطيت من 10 متر في حاجه فلكسبل انا هعلى من 10 متر هتبقى اكتر، ده هيبقى ممكن مشكله على جسمي انا صحيا. ايوه، لان احنا ارتطام يعني انا لما جسمي بيقع من 10 متر اصلا ده بيوجعني، يعني بيحصل فيه مشاكل في رست ايدينا في جسمنا، بطلع اصلا من التمرينه دي بكون هلكان جدا، عشان كده التمرينه دي ما بتمرنهاش كتير بالذات 10 متر. حاجه سهله قوي لا خالص والله، لا خالص تطلع خالص، تطلع هلكان من تمرينة 10 متر ده على طول، لان احنا تمريننا اصلا بيبقى من 4 ل 6 7 ساعات، ده غير الفتنس بيبقى ساعتين قبل التمرين.
كل ده عشان تقدر على القفزه بتاعه ال 10 متر. اه وبياخد سنين يعني. انا الكابتن بتاعي ايه الفرق بين قفزه وقفزه؟ يعني انا بلاقي حكام قاعدين وبيكتبوا انا عارفه ان ارتطامك بالميه هي دي الفيصل. قد ايه هي حاده؟ يعني ايه بقى انت قادره تقول؟ احنا عندنا حكام بيبقوا 7 حكام المفروض. من مجرد بس وقوفي على البورد هم بيبقى عندنا احنا 6 حركات. الحركه بطلع بيصفر لي الحكم خلاص انا كده جهزت، بقف على البورد. لو واقف كده باين عليا ان انا خايف او حاجه ده بيقلل من الدرجات، بس طبعا ما بيبقاش قوي. لو باين عليك انك خايف، لو باين او عليا متردد مهزوز بيبان، بيبان جدا كمان. فدي اول حاجه ليا جايز لبعض المشاهدين اللي بيسمعوا معلومات لاول مره. قد ايه الشخصيه بتفرق في الرياضه؟ ودي كانت حاجه جديده بالنسبه لي، يعني ان لازم الرياضي البطل الدولي يبقى على درجه من ثبات الاعصاب، من قوه الشخصيه، نفسيته ما تتاثرش وما تهتزش من اي حاجه. قد ايه الرياضه مرتبطه بالشخصيه وقوه الشخصيه والثقه بالنفس؟ دي كانت حاجه فعلا جديده. هي حاجه بديهيه على فكره، بس جديده ان انا اعرف انها في ارتباط مباشر. ده ارتباط مباشر جدا. هو الحكم بيبقى قاعد اصلا بيبقى عارف اللي هو لا ده شكله طالع كده برضه هيعمل نطه، ده بيبقى خايف من النطه. فطبعا المدرب بقى بيجي قبلها كده بفتره اللي هو بيعمل لي منتل يعني تمرين نفسي وتهيئه نفسيه. تهيئه نفسيه كبيره جدا ان انا اطلع، لا انا واثق ان انا هقدر اعمل كده، عشان انا لو مخي اصلا اتعود على ده جسمي هيعمل كده. طبعا مع التمرين، بس بيبقى التمرين التهيئه النفسيه دي بتبقى مهمه جدا قبل البطوله. بس فدي اول حاجه بقى لازم اطلع واثق من نفسي ومش خايف خالص. بعد كده احنا عندنا حاجه لو السلم متحرك، في حاجه اسمها هيردل، ده خطوات باخدها على البورد بطريقه معينه. المفروض بقى ما تبقاش بقى ولا على جنب البورد ولا في الجنب الناحيه الثانيه او جوه بالزبط. في النص بالظبط، خطوه مستقيمه، عشان اقدر خطوه مستقيمه في النص بثقه، عشان اقدر اخد اعلى نقطه ارتفاع ليا. ايوه اعلى ارتفاع. بس ببدا اعمل بقى حركتي، بكون انا محددها طبعا وبكتبها في استماره. بس انا عندي زي شكلين في الغطس، او هو كذا شكل بس دول بوزيشنز معينين. عندي الطق بيبقى جسمي كله ركبي لازقه في صدري، والبايك بتبقى ركبي وشي لامس مشاطي تقريبا، يعني هو مش قوي بس اللي بيحدد لامس الحركه. طريقه القفز في البدايه ايه اللي يعني ايه اللي بيحدد نجاحك في القفز وحصولك على درجات عاليه؟ التمرين يعني، غير بقى البطوله وكده، بس ده التمرين. انا لازم اقعد اتمرن على النطه دي كتير جدا، بس بيجي بقى في البطوله ممكن بقى يعني الهزه النفسيه ممكن تفرق جدا في البطولات بقى. ده اكيد. انا عايز اقول حاجه، احنا بنكون خايفين جدا بس بنحاول على قد ما نقدر ما نبانش علينا، بس احنا من جوانا احنا بنبقى في رعب تام، لان اللحظه دي هي نتاج مجهود جبار يعني منك ومن باسم بلدك وفريق وكابتن يعني. فبيبقى فعلا في دماغي بيبقى فعلا في دماغي حاجات كتير قوي، بس ده طبعا بنعديه بالوقت وبالخبره وبالسفر الكتير. ببقى خلاص اللي هو يعني اول سفريه ما اعتقدش انها زي اخر سفريه خالص. اول سفريه انا كنت واقف اللي هو مذهول، ايه المكان ده غريب، ناس كتير، دي ناس احسن مني. دلوقتي لا، انا بحاول بقى اللي هو انا لعبت معاكم كتير خلاص، اتعودنا على بعض، انا ما بقتش خايف زي الاول. كنت مثلا اول مره خايف 80%، دلوقتي بقيت خايف 50% ويمكن اقل بكتير. كتر الاحتكاك والسفر والتدريب كل ده بيقلله مهم جدا، بيقلل الرهبه كتير. طب تقى، انت كنت برضه رياضيه، تقى ليه البنات بيقفوا عند سن معين خصوصا في الرياضات زي السباحه وزي مش كده يعني؟ لا، هو مش وقفنا، انا يعني ما كنتش حابه قوي اكمل في السباحه، فكلمت مع ماما وبابا بصراحه ان خلاص مش عايزه اكمل قوي. كنت عايزه يعني اخد الجانب الاكاديمي اكتر، فهما ما منعوش. يعني انا فضلت العب لسنين كتيره، بعد كده قالوا لي طب خلاص انت شايفه ان مش عايزه تكملي، خلاص مفيش ضغط. فابتديت اهتم بقى بالجانب الاكاديمي، وهما شجعوني على ده. يعني الجانب الاكاديمي ان انت تتخرجي من سياحه وفنادق، وكمان ان انت بحثة ماجستير. ايه موضوعه؟ هو اسمه هو بيتكلم عن القصور الملكيه في مصر، من ناحيه ايه؟ اسكندريه بالذات. بتكلم فيه عن ليه العائله الملكيه اختارت انها تقضي الصيف بتاعها جوه اسكندريه، وليه اهتموا ان يبقى فيه القصور دي. وانا اخترت الموضوع ده لانني شايفه يعني جوه دلوقتي ما حدش متخيل ايه القصر ده، يعني كان يمثل ايه بالنسبه لمصر، ايه اهميته، بيعكس ايه الحقبه نفسها كلها. كل ما تتعمقي بتلاقي جديد. اصل الواحد يتخيل ان الموضوع زي ده يعني قديم، يعني ايه اللي ممكن جديد اللي تقى
تقدمه لي فيه. انت بقى بتلاقي فيه جديد كل ما بتتعمقي، كل ما بتحفري كده بتلاقي حاجه جديده. اكيد انت بتتكلمي عن حاجه هي بالنسبه لك مش معروفه، انت مش عارفه ازاي الناس دي كانت عايشه جوه، بيمروا بايه، ايه البروتوكولز اللي كانت ماشيه بيها، بيتعاملوا ازاي جوه، الناس دي فعلا كانت هي زي ما احنا طلعنا فيه. في بنتكلم عن الجانب الانساني اكتر بكتير من جانب الحاكم يعني، ودي حاجه جديده بالنسبه لي. انت بتاخدي القصور الملكيه مش تاريخها بس، او هي كجماد وكأصل ومحتويات بس، او الناحيه الحياه الاجتماعيه داخلها يعني. مش ودي على فكره صعبه قوي ان انت توصلي لها، عايزه قراءات كتيره، عايزه بحث فعلا يعني، عشان توصلي لكونكلوجن في الاخر او ملخص توصفي بيه العلاقات الاجتماعيه والناحيه الانسانيه بتاعت كل شخصيه. دي عايزه منك مجهود طبعا. انا كمان عايزه اعكس ان ازاي الانسان كان في الفتره دي متقدم وراقي بالاسلوب ده، ازاي كان بيهتم بالحاجات دي، ووصلنا للمرحله دي ازاي يعني. طب لقيتي ايه يا توقة؟ معلش انت لسه ما خلصتيش يعني، لكن احب قوي اعرف في البدايه. احب فعلا انت يعني اثرتي موضوع يمكن هو ما كانش مخطط لي ان انا اتكلم فيه، بس ايه كان سبب الرقي فعلا فتره من فترات الفظيع اللي كنا فيه؟ ضمير واخلاق. ضمير واخلاق. ضمير واخلاق. بس انا على فكره بستضيف اسر مصريه يعني من خلال برنامجي بقالي سنين، في نماذج رائعه، كل اسره لوحدها نموذج رائع، الام في العطاء والاب بنفس الشيء وبيدوا روحهم لاولادهم يعني. فلكن كتقييم عام بقى في خلل طبعا اجتماعي معين، لكن الاسر المصريه اللي بخير لا كتير. اكيد اكيد وكتير حقيقي بجد يعني. انا من خلال برنامجي كله بيتكلم عن الاسر بقاله سنين. طيب يعني نتكلم نقول هنا لما جت تقول لا انا هقف عند الرياضه، لان انا باخدكم نموذج يعني وباخدكم مثل قدامي في حاجات كتير، فليه هنا ما وقفتيش وقلت لها طب ده انا تعبت معاكي مثلا في وديتك تمارين وجبتك من تمارين واخدتي ساعات تدريب، ما حاولتيش تقولي لها ترجعي في قرارها؟ في توقيت انت بتبقي ربيتي ولادك، وصلتيهم لفكر معين، وصلتيهم لشخصيه معينه، هي خلاص بتقدر تحكم هي هتمشي في ايه ومش هتمشي في ايه. هي ليها وجهه نظر في ان هي خلاص الجانب الاكاديمي ده هو اساس حياتي اللي جايه. وصولها في الرياضه هي وصلت وعملت اللي هي عايزاه وحققت اللي هي عايزاه. بالرياضه دي انا كنت بربي ولادي، بحافظ عليهم من حاجات كتيره، بحافظ من احتكاكات حاجات انا مش حابه ان هم يكونوا جواها. بتربي اخلاق، ادب، احترام، شخصيه، ازاي تحترم الكبير، ازاي تحترم زمايلها، ازاي تتعامل في المجتمع. بتشوف حاجات كتيره وبتتعامل مع حاجات كتيره من خلال الرياضه. انا ربيت ده خلاص. هي في توقيت انها اختارت ان انا خلاص هاخد الجانب الاكاديمي وانا كفايه عليا كده، وخلاص انا عايزه اعمل ماجستير وخلاص انا فاضيه للكلام ده. خلاص هشجعها، مش هوقفها. أيوة. لان هي خلاص واخده الخطوه يعني كويسه في محاوله الاقناع والتوجيه واحيانا الضغط كمان بيبقى لسن معين. بس بعد كده في حاجات كتير بقى بتتحكم، استعداد بالزبط ابني بالزبط. او بنتي، حبهم، وجهه نظرها في حياتها، طموحها اللي جاي ايه. هي اللي عندها الطموح، هي اللي هتعيش الحياه، هي لازم اختيارها خلاص قادم. وبما ان الاختيار صحيح انا معاها، انا مش هوقفها ومش هقف ضدها، انا معاها. انا وصلتها للي هي عايزاه ووصلت وهي نجحت. الحمد بس لله في مجال تاني غير الرياضه، بس هي نجحت في الرياضه للتوقيت اللي هو خلاص ده يكفي بالنسبه لها. على ذكر الرياضه، على فكره حضرتك يعني مختارين نوع الفراشه ده اصعب يعني اصعب السباحه، بما ان انا كنت برضه في السباحه وكنت في فريق الفراشه ده بالتحديد اصعب نوع. هو حضرتك سباحه الفراشه دي من يعني سباحه متميزه جدا، وبتعتمد على عنصر الرشاقه والمرونه والقوه في نفس الوقت، وعدد السباحين المتميزين فيها عدد قليل، ان هي بتحتاج مجهود جامد جدا يعني. هي رياضه يعني عضلات كمان، عضلات وتحكم قوة وقوة مرونة رشاقة، لأنها شبيهة بحركة الدولفين في الماء. يعني هي شبيهة بحركة الدولفين. الدولفين النهاردة سباحين عندنا احنا في مصر، عندنا سباحين فراشة، منهم كان السباحة اللي هي فريدة عثمان، عندنا برضه كان سباحين جامدين جدا. هم الولاد حبوها لأن هم يعني لقوا نفسهم في السباحة دي. وعدد السباحين اللي بيسبحوا سباحه الفراشه عددهم قليل جدا. فالحمد لله هي يعني تقى
ومهاب برضك مارسوا اللي هي سباحه الفراشه. جات لفتره معينه لما جت تقع قالت خلاص انا يعني كده مش قادره اكمل، وبحكم الدراسه بتاعتي والجامعه والجانب الاكاديمي بتاع النهارده، احنا البيت الاب والام بحكم ان هم رياضيين وشغالين في المجال الرياضي، اي رياضه النهارده عمرها ما كان فيها يعني ارهاب وفيها اكراه، لا هي العمليه النهارده عمليه اقناع، انا النهارده وصلت لمستوى خلاص هقدر احقق فانا بكمل. لكن لو الاتجاه التاني والقرار كان صح ان انا اخد الجانب الاكاديمي، فهي اوريدي احنا بنساندها وبندعمها. وبرضك ده كان نفس القرار بتاع مهاب، مهاب لعب سباحه لفتره يعني لا تزيد عن 4 سنين وحقق فيها مستوى جدا، وجي قال لي يا بابا انا مش هقدر ادي في المستقبل يعني اكتر من كده. فانا اتجاه انا شايف ان رياضه الغطس دي رياضه كويسه جدا وبتجمع ما بين حركات الجمباز وحركات السباحه، فيا ريت اتمنى ان انا يعني يعني اكمل فيها. أي فالحمد لله يعني نجح وعمل فيها شغل كويس جدا. هنا بقى الأب إمتى يتدخل، إمتى يبقى صديق، إمتى لا يبقى يحاول يقنع ابنه برأيه أو بنته بضغط شوية. بص يا هنا بقى حضرتك دي، إنك توازن دي برضو مش أي حد يقدر بص يعمل. حضرتك دي بتبقى عملية توأمة ما بي يعني توأمة ما بين النهاردة المسؤولية على الأب وعلى الأم. لكن أنا بمنتهى الأمانة بقول إن الرياضة حاليا عندنا الأم هي ليها 95 أو 99%، لأن هي اللي بتودي وهي اللي بتأكل الله وهي اللي عليك، بتشرب ده اعتراف خلاص. بالحق فأنا على ما فكرة بنكرش يعني. يعني أنا ما بنكرش اي النهاردة إن دوركم ودور الاب ده دور مهم لا جدا، هو الاب برضو التوجيه الأب والوعي والامان كل حاجة، بس الام الأم بس بجد يعني أولا المصرية انت فيها وأخيرا مميزة جدا. يعني أنا يمكن حضرتك من خلال البرنامج أنا يعني بقول للسادة أولياء الأمور وبالذات أولياء الأمور السيدات الفاضلات النهاردة عليهم عبء كبير جدا، لأن هم اللي بيأكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وبيروحوا التمرين وبيتابعوا التمرين وبيشتغلوا وبيسألوا في أغلب مدربين الأحيان، كله بيشتغل، وبيشغلوا بيشتغلوا في والبيت. أغلب الأحيان، فطبعا يعني مجهود مجهود مضاعف، كبير مجهود وأحيانا كبير بتضطري تنسي الأنا، ومسؤولية طموحك كبيرة. الشخصي تنسيه أو حلمك، وبتحاولي بقى تكمليه عن طريق ولادك. طب نيجي بقى لمهاب. على فكرة لما جيت أقدم حضرتك في الأول كابتن مهيمن قلت لي أنا ابن، أنا أبو، ليا أنا والد البطل، يعني فقلت لك لا حضرتك في حد ذاتك بطل برضو، فقد ايه مشاعر ان انا فخور ببنتي وابني، بنتي على المستوى الاكاديمي حققت وناجحه وابني على المستوى الرياضي، قد ايه ده شعور يعني دي اولا دي بنبذل حاجة علشانه مجهود دي كبير حاجة قوي، حاجة بس حاجة النتيجه النهاردة تستحق. حاجة طبعا دي حاجة النهاردة نفرح بيها جدا، لان انا النهاردة بفتخر الحمد لله النهاردة ان مهاب بطل اولمبي وصل لمستوى معين ولسه صغير والحمد لله نجح في دراسته. وتقى برضك ناس عملية كانت بطل في السباحة وفي في سباحة الزعانف وناجحة جدا في دراستها، فدي يعني الواحد بيحس ان تعبه في الاخر ليه نتيجة، فدي رسالة احنا بنأديها في الحياة. فدي يعني الحمد لله الحمد لله انا اعتقد ان دي قمة الحمد النجاح لله. أي. ان انا ربنا النهارده كرمني في ابني وفي بنتي، فدي حاجة كبيرة جدا يعني. مهاب في السي في بتاعك لما بقراه لقيت ان انت بطل اولمبي وحضرت كمان بطولة العالم. انا الفرق بين بطولة العالم والاولمبياد في تفاصيلها ايه يعني؟ بطولة العالم يقدر أي حد يشترك فيها، يعني ممكن مصر النهاردة يعني بكرة كده عايزة تسافر أنا هقدم وخلاص عادي، بس الأولمبياد بيبقى أحسن 28 لاعب على العالم. يعني مش باختيارك، حتى لو حابب تشارك لا انت لازم يكون الأولمبياد في لا لا شروط خالص، في ومواصفات شروط معينة. وفي تصفيات وليها حاجات كبيرة قوي، يعني احنا لازم نطلع عن أفريقيا وكل قارة، وبعدين أحسن 12 واحد من بطولة العالم بيطلعوا، وأحسن 18 واحد من كأس العالم بيطلعوا للاولمبياد. ايوه فبطولة العالم دول كتير قوي بتشترك فيها، ممكن بتكون اقوى من الاولمبياد، بس الاولمبياد انا بلعب احسن 22 في العالم. مين اكتر بلد يا مهاب متميزة في سباحة الغطس؟ هو الصين لحد فترة قريبة كده، وبعدين ابتدى على الساحة كده تطلع روسيا من وقت لندن الاولمبياد اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت لندن 2012 ابتدت روسيا تطلع فجأة. دلوقتي انجلترا يعني بتاخد ميداليات ذهب من الصين كتير، بس لحد دلوقتي ما زالت ما الصين حاولتش مكتسحة كلنا. تلتقي بإنسان صيني وتسأله يعني هما ليه كل رياضة، يعني هما مش متفوقين بس اقتصاديا أو على، لا ده حتى على المستوى الرياضي، لا حقيقي يعني في كل مجال رياضة أو تخصص مختلف ألاقي الصين متصدرة، دي حقيقة فإيه اللي بصراحة بيميزهم بقى؟ حاجات كتير، بس أولها النظام يعني أولها. لأ أنا لو لقيت بطل
الدوله بتدعمه، انا هخليك بطل يعني هوفر لك كل حاجه بس عشان انت تبقى بطل. يعني الصينيين اصلا اللي بيلعبوا غطس انا اللي اعرفهم مش متعلمين، هو حياتهم كلها على الغطس، بيعملوا كل حاجه بس الغطس. ودي برضو كانت معلومة جديدة بالنسبة لي، ان مش بس الصينيين، ان عموما اللي بيحترف رياضة معينة بيوصل فيها لمراكز متقدمة باسم بلده، الدراسة بتاخد وقت منه قليل وقت قليل، مش يعني زينا فعلا. مش بتلاقي المهندس، مش بتلاقي الدكتور وبيلعب لا حاجة انا عايز جنب اقول لك حاجه، في لا لا بالعكس، في قليل. بس يعني عايز اقول لك مثلا امريكا عندهم الجامعات هي اللي بتوفر له الرياضه قبل الدراسه، بتوفر له الرياضه قبل الدراسه، مع ذلك بيطلع فيه دكاتره وبيطلع فيه مهندسين وكل ده، بس ليهم نظام. انت كويس في رياضتك خلاص انا هخليك كويس في رياضتك، بس في نفس الوقت كويس في دراستك، معايا حد اصلا بيبقى ماشي معايا في الطريق ده. انت قلت لي ان الصين اذا كانت هي متصدرة، فانت من خلال احتكاكك بتلاقي ان النظام تنظيم الوقت، بمعنى تنظيم الوقت، وبياخدوا اللعبة جد اكتر، بيكرسوا لها كل حياتهم، دي حقيقة. مش انها هواية او حاجة جانبية جنب حاجات تانية ليها الاولوية. لا خالص، هو يعني هما أصلا موفر لهم مثلا مكان تمرين، ومش مكان واحد، كذا مكان على الصين كاملة، وبعدين بيسافروا كتير، بيحتكوا كتير بالناس، بيوفروا لهم أجهزة يتمرنوا بيها، فهم لقوا ماتيريال وجهزوه، يعني لقوا وعندهم حاجة، الامكانيات، بس عندهم إمكانيات وفي جامدة اهتمام جدا. اكيد على مستوى الدوله وعلى مستوى المسؤولين هو وعلى مستوى المنتخب. الغطس يعتبر من الألعاب المهمة جدا في الصين، يعني هما بيسافروا مثلا الاولمبياد دي بيرجعوا تقريبا ب 12 ميداليه من 14 ميداليه مثلا. طيب هنطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل حوارنا عن رياضه الغطس. تعد رياضة الغطس إحدى أقدم الألعاب المرتبطة بممارسة السباحة، لقد دخلت اللعبة في مصاف الألعاب الأولمبية لأول مرة في العام 1900 في دورة باريس الشهيرة، لتحقق نجاحا جماهيريا أهلها لمواصلة التواجد بالأولمبياد حتى اليوم. اللعبة تتطلب من اللاعب قدرا كبيرا من القوة العضلية والمرونة العالية، حيث تعتمد على قيام اللاعب بمجموعة من القفزات المتنوعة في الماء، لتقوم هيئة التحكيم بتقييم القفزة من حيث مدة التنفيذ ودقته ورشاقة وسلامة الحركة. لقد تطورت اللعبة فيما بعد وأضيف إليها الغطس المتزامن، والذي يعتمد على قيام لاعبان بتنفيذ ذات القفزة معا بشكل متوازن. هذا وقد عرفت مصر اللعبة منذ زمن طويل، وقد كان لها العديد من أبطالها عبر التاريخ الذين حققوا لها الأمجاد في الأولمبياد المختلفة، من أمثال فريد سميكة الذي كان أول بطل عربي يحصل على ميداليتين أولمبيتين في دورة واحدة، وهي دورة أمستردام في العام 1928. ميدالية، آخر ميدالية فزتوا بيها، آخر جايزة فزتوا بيها في الغطس؟ انا اخر ميداليه فزت بيها كانت في اولمبياد شباب، في حاجه اسمها تيم ايفنت، وهو الزوجي المختلط، نطيت انا وبنت صينيه مع بعض، كانت تاني. في كده ان انت ثنائي كده من بلدين مختلفين، طب تتحسب لمين ولا كل واحد بتتحسب؟ فيكم بيتقايم؟ لا كل واحد، في احنا بننط طبعا كل واحد نطته، بس احنا في الاخر تحت مثلا سقف واحد، مثلا تيم كذا، يعني تيم نمبر 1 تيم نمبر 2 كده. لكن مش باسم بلد. لا ما ينفعش لا حتى لا باسم انا بلد. بسألك، مصر حققت في اللعبة دي او في السباحة دي رياضة، نوع رياضة ده، اي انجازات مؤخرا؟ انجازات اولمبيه كانت فريد سميكا من 1928 في اولمبياد امستردام، 1928 في اولمبياد امستردام. بعديه ما فيش اي ميدالية، اي خالص مركز متقدم خالص. طب ده اكيد في مشكلة، يعني اولا احنا ما بنسمعش عنكم، يعني او تمام. مش عارفه ده تقصير ولا انتوا فعلا مش بتشاركوا او ما حققتوش انجازات، وليه يعني ايه مشاكلكم؟ احنا ليه ابتدينا بنتكلم نتعرف عن الفترة الصين دي. وليه الفرق كبير قوي كده؟ الفرق كبير زي ما قلت حضرتك عشان النظام، وانا كمهاب بقتنع ان هو كاهتمام دولة
دوره تهتمش بلعبه واحده بس وسايبه الباقي. فدي حاجه بصراحه تقريبا انا شايف انها عامله مشكله. غير كده كمان احنا ما عندناش الامكانيات اللي اقدر بيها اعمل زي اللي بره، يعني انا ما عنديش اصلا بسي مجهز نفس تجهيز الصينيين او نصه حتى، انا يا دوبك عندي بسين هو جنبه. لازم البيسين يبقى ليه تجهيزات معينة في العمق ولا مقصود لا لا مش انا في عندي ايه؟ اجهزه بتمرن بيها، يعني عندي مثلا ترامبولين، عندي اللونجا، عندي الحاجات دي. انا عندي بس في النادي مثلا ترامبولين، اللونجا دي انا بهيئ بيها النطه كلها على الترامبولين، بيبقى حزام بيتربط في وسطي بتشال بيه، مدرب بيشيلني بيه، بعمل حركه كامله، بيقلل خطوره ان انا اطلع مثلا. احنا عندنا يعني عندنا مجازفات كتيره في النط، ممكن اخد كرباج، ممكن يجرى يعني 10 متر دي كرابيجها انت صعبه جدا بتضطر تاخد كل سلبيات والمجازفات اللي بتحصل من عادي جدا، باخدها كده بقى كامله. انا النطة اصلا اللي هي العشرة متر دي. انا هنط ومش عارف ايه اللي هيحصل اصلا، انا ببقى طالع ومش عارف، انا مش عارف حتى اعمل ايه، مستني مثلا الكابتن بقى يقول لي هوب بعد 4 لفات ونص مثلا، انت ممكن ثلاث كمان يحصل لفات لك ونص. اصابات جامدة تمنعك احنا حتى من وده حصل الاستمرار. وده حصل محتاج بيحصل لنا والله عايز اقول وده كتير. حصل وده حصل. هي يعني رياضة الغطس رياضة يعني فيها شيء من الخطورة شوية، عايزة الشخصية بتاعت اللاعب يبقى دي صاحب مجازفة قرار يا فندم، دي كده مجازفة، مجازفة لأن يعني اختلاف مجازفة يعتبر. المسافة، اختلاف المسافة من 10 متر ومن 3 متر، لأن هو النهاردة بياخد خطوات، بيبتدي يعمل ارتقاء، بينط لأعلى مسافة، بيبتدي يعمل مجموعة حركات، إذا كانت 3.5 أو 4.5 أو 2.5، إذا كانت أمامية أو خلفية، فهي يعني مجموعة حركات مركبة. حتة بقى النهاردة يعني بيتمرن عليها اكتر من مره، ممكن يجي النهارده ينزل ياخد كرباج، الكرباج بيبقى الالم بتاعه مبرح جدا. والاصابات النهارده بقى ممكن اصابات النهارده خلع، ممكن اصابات النهارده بعد الشر اللي هي ممكن تسبب له عاهة مستديمة ما يقدرش ممكن يمارس الرياضة عاهه، أصلا دي يعني أو ممكن كلاعب النهارده محترف. اصابه مثلا في الطبله بتاعت الاذن، اصابه النهارده في الشبكيه بالنسبه بتاعت العين، نتيجه ارتطام الجسم بالميه بسطح الميه. فهي عايزه يعني وده عايزه أكيد قدره. حصل لبعض هو الناس يعني حصل بعض لبعض هو كمان اللعيبه حصل له وحصل إصابات. لمهاب برضك اصابات، يعني مهاب لعب بيبقى الاولمبياد. فيه معلش السؤال يعني في تأمين طيب في الاتحاد حاليا اعتقد في البطولات الاخيره كان عامل اللعيبه اللي هي بوالص تامين، تامين على الحياه بالنسبه لهم بتاعتهم، للعيبة اللي هم للعيبه اللي هم مسافرين مشاركين في البطولات الخارجيه والمشاركين في البطولات الاولمبيه. لكن حضرتك كتأمين يعالجوهم؟ لا التأمين طبعا، ان هم يعني ده على مستوانا احنا الشخصي، كل عيلة هي اللي بتصرف على ابنها تماما، احنا اللي بنعالج الولد اي اصابة بتحصل يعني احنا اللي بنعالجها، بتنحصر كل مالهاش علاقة المشاكل في الامكانيات طبعا الامكانيات المادية والخبرة. هي دي اللي حقيقة، بتخلي جهاز امكانيات زي ده ما والخبرة. يكونش عندكم اللي بيمنع التصادم او هو بيمنع مش بي هو الخطر فعلا مش بيمنعه قوي، بيقللها. بس هو بيقلله بنسبه كبيره. يعني مثلا انا لو عندي 4 لفات ونص وانا طالع مش عارف انا فين، يعني انا بلف 4 لفات ولا عارف المايه فين ولا بتاع فين، الجهاز اللي بيشيلني ده بيحسسني اصلا، بفضل اتمرن بيها مع الكابتن ببقى عارفها، ببقى عارف النط اصلا عامله ازاي، يعني انا بتعرف على النط وتقريبا بنبقى اصحاب بمعنى الكلمه. خلاص انا صح عارفك الرهبة بتروح بتبقى عارفك. عارف بالظبط انا ايه عارفها الموضوع وله ما بالظبط. حدوده ايه يعني. انما لما بطلع بقى هنا مثلا احنا بنطلع كده يعني مع ربنا، بنطلع ننط ونشوف ايه اللي هيحصل، يعني ايوه النتيجه هتكون ايه، يا كويسه يا مش حلوه. بس ده طبعا بيخليني شقف، يعني لو خدت كرباج ده عادي انا متعود. وحصل لك فعلا انت انا خدت خدت اصابات كرابيك قبل كتير. كده واضح بابا بيقول يعني. انا اخر اصلا اولمبياد ريو اللي فاتت كنت عندي مزق في عضله الضم قبل البطوله بيوم. هو لعب وهو مصاب في الاولمبياد اساسا، صاب قبلها بيوم العضله الاماميه والخلفيه والضمه للفخذ، ولعب بالبلاستر بس يعني هو كان بيعمل التيك اوف بالبلاستر. ده فرق في ادائك في الاولمبياد طبعا. بصراحة جدا، لان انا اصلا ما كنتش يعني بمعنى الكلمة قادر امشي كويس، دي حقيقة، يعني كانت رجلي طيب بتوجعني جدا في معلش يعني المشي هو حتى. هنا مش المفروض بقى ان في يعني في اصابه جامده فما تشاركش يعني بصي ليه هقول الاصرار على لحضرتك، المشاركه؟ لما تكوني مثلا مكان، يعني حضرتك مثلا سافرتي اولمبياد وخلاص انا لعيب وعملت حاجه انا ما كنتش مصدق ان انا ممكن اعملها، لان انا افتكر من اول حاجه يوم دخلت فيه الغطس انا كنت عايز، يعني اول كابتن مرني قال لي احنا عايزين نخش اولمبياد مع بعض، قلت له انا ده فعلا هدفي. فما بقى انا في وسط الايفنت ذات نفسه واكبر حدث رياضي بيحصل سنه في كل 4 سنين، مش هقدر اقول ما أقدر، يعني مش هشارك، مش هقدر، ما ينفعش.
يعني بصراحه اشوف ابقى غلطان قوي. ايوه وتعبت، انا تعبت من ساعه ما يعني لعبت الرياضه دي، مش عارف الواحد بيتعب. رغم ان ادائك اتاثر لكن استفدت من المشاركه؟ اه كتير، ده حقيقي الاحتكاك فعلا بيفرق معاكوا كلاعيبه يعني. اه انا بالنسبه لي اللي هو لا خلاص، انا يعني بعد كده حتى من على يعني على الصعيد الشخصي بالنسبه لي اللي هو لو اي حاجه حصلت لي لا انا هكمل خلاص، انا ورايا هدف هحققه مهما يكون بقى ايه اللي هيحصل، انا دي حاجه طب هوصل لها. وهنا الدراسه بقى ايه يعني، ورأي بابا برضو في القصه دي، بس اسمعك الاول. انا شايف ان انت عندك الرياضه انت حاططها في المقام الاول، هي ليها الاولويه. دي حقيقه بصراحه. دي حقيقه عشان انا الحمد لله ناجح فيها وبحاول اسعى ليها ايام اكتر على قد ما اقدر، بس الدراسه بس مهمه. خلينا نقول ان برضو الكلام ده لو انت مثلا بتلعب لعبه اللي هي ممكن تحترف فيها وتبقى مصدر رزق، واحنا عارفين هم كم لعبه كده وخلاص. او لعبه واحده وخلاص. زي لكن زي كره القدم. كره القدم، لكن اللعبه بتاعتك هل ممكن تبقى مصدر رزق؟ ممكن معلش من الاخر كده تفتح بيت وتبقى مسؤول عن بيت واسره واولاد؟ والله في الحياه دلوقتي هو ما فيش اي شغلانه اصلا بتفتح بيوت، دي بصراحه يعني. ولا غطس ولا كوره ولا اي حاجه، بس هي الفكره ان ممكن اشتغل فيها واشتغل مدرب، وبصراحه ده اللي انا نفسي فيه لان مش عايز ابعد عن اللعبه. بس لا يعني انا بشوف ان الدراسه برضو مهمه لان انا برضو هشتغل بيها ولازم اكون متفوق فيها برضو. يعني مهتم برضو ان انت تحصل على شهاده، مش ما سبتش القصه لا. مش هحصل على شهاده قوي، بحاول ابقى متفوق فيها برضو. سياحه وفنادق مش كده؟ ارشاد سياحي. بحاول اذاكر يعني. طبعا الرياضيين هقول لحضرتك برضو حاجه، ان احنا متعودين اصلا ان احنا على طول مزنوقين في امتحاناتنا لان طول اليوم في تمرين وكده، فبذاكر في وقت قليل جدا غير الناس، وهما يا ساعه يا ساعتين، فبستغلهم على قد ما اقدر، وممكن بسهر اجي على حساب التمرين، بس ده بيبقى يوم او يومين. أيوة. بس بنحاول نذاكر على قد ما نقدر يعني، تقريبا انا بلم قبل الامتحانات مثلا، بس بحاول اعمل ده والحمد لله يعني، ربنا كرمني فيه جدا الحمد لله. الحمد لله. تقى انت قلتي بقى لا انا موضوع عندك اختلف تماما. انت عايزه انا عكس مهاب، انت عكس مهاب الاول وبعدين الرياضه لو حابه انزل تاني. انت حابه كده، انت حابه الناحيه الاكاديميه، حابه المذاكره، العلم، ده حقيقي. وهنا نقول بقى لا بابا ولا ماما، هنا انتوا الشخصيات هي اللي حددت. هم اصحاب القرار يعني. احنا الحمد لله يمكن من وجهه نظري كاب وكام احنا بنوفر كافه السبل ان هم النهارده يتفوقوا في الدراسه ويتفوقوا في الرياضه، بنوفر كل الامكانيات ان هم يكونوا على المستوى. وعامه يعني من خلال القاعده العامه، اي بطل في اي رياضه او في اي لعبه ما اعتقدش ان هو بيكون فاشل دراسيا يعني. لازم، لان حته التفوق في الرياضه بتخليه متفوق في الدراسه بتاعته. فالحمد لله يعني بالنسبه لتوقع وبالنسبه لمهاب متفوق جدا في دراسته، احنا بنحاول ان احنا نساعده، بنحاول ان احنا نوفر له الامكانيات والظروف على اساس ان هو ينجح في المواءمه ما بين الدراسه وما بين الرياضه. يمكن استاذه نهله لما بدات ان تحبب ولادها في الرياضه تقى ومهاب، بدات بسبب اساسي وهو غير ان انت الوظيفه ووجودك في نادي انت والدهم، لا انت كان بهدف انك تبعديهم عن كل الاضرار والسلبيات بتاعت الشباب اللي في سنهم اللي ممكن يتجهوا ليها. لكن ما كانش في دماغك ان ممكن يبقى عندك بطل او بطله، او يعني ما كانش ده الهدف الاساسي، هم اللي حددوا ده بامكانياتهم. كان هدف من ضمن الاهداف لكن مش بقهر. ايوه يعني انا كأم بنظم وبرتب الوقت، بوفر لهم كل الامكانيات للدراسه وللرياضه. اختياره هو ده اللي انا ما اتدخلتش فيه، لكن هم هدف ان هم ينجحوا، لا كان الهدف بس مش بقهر. لان في لعبه بيبقى الولد بيلعبها دي اقصى امكانياته، مش بالضروره كل الناس هتبقى ابطال. لا بابا وماما قدامك ناجحين، وسؤال لك يا تقى بعد كده، عايز ابقى ناجح زي بابا او انجح، ولا يعني ايه طبيعه العلاقه والنظره؟ انا وانا بلعب رياضه اصلا كنت بلعب سباحه، ماما تقعد تقول لي بابا اصلا بطل، فانا كان الطبيعي بتاع البيت عندنا ان بابا بطل، فده الطبيعي يعني، احنا في ليفل الطبيعي ان انا لازم ان شاء الله ابقى بطل زي بابا. اي حاجه القصه فيها بطل يعني، الاسره فيها بطل يعني، ده أساسها طبيعي بطل يعني. اساسها بطل يعني، انا الستاندرد بتاعي ان بابا بطل فلازم انت تبقى زيه. وهو كمان ما كانوش بيقولوا كده وخلاص، لانه شايفين ان فيها كده يعني، كانوا بيساعدوني لده، مش بيقولوا كده وخلاص. فبعد كده بقى بالوقت ابتدى ده يعلى، وهما كانوا بصراحه يعني مساعديني فيه جدا. ازاي بقى المساعده؟ تهيئه الجو،
توصيل للتدريبات، عدم الضغط، يعني ازاي؟ هو توصيله طبعا وكل حاجه، بس يعني مع الحياه دلوقتي طبعا ماما مثلا بترجع من الشغل متاخر، انا بضطر اروح مثلا تمريني بدري، بتيجي تقوم عملت ايه في تمرينك، عملت كويس ولا لا، في اهتمام. ده الجانب بتاع بابا ده وماما، الجانب بتاع الاهتمام بابا بكل حاجه، يعني خلصت تمرين عملت ايه، بتصل بالتليفون هي مش موجوده، طب عملت ايه، اتمرنت التقدير كويس، كمان، لازم تقدير المجهود اللي انت اكيد تقدير بتبذله المجهود، يعني اما كفايه بس ان بروح مثلا الاقي مثلا الاكل جاهز، طب معلش عشان انت تعبان اكيد تمرينك كنت تعبان فيه، الاقي كل ده جاهز، ده في حد ذاته اصلا تقدير. والله الاسره المصريه دي جميله، الام المصريه جميله والاسره المصريه جميله. تقدري تقولي ان بابا وماما اصحابك؟ طبعا اصحاب اصدقاء، يعني بينكم علاقه، بتحكي لهم كل حاجه، في الحمد لله كلام احنا ده لسه اتربينا، موجود يعني ولا؟ لا الحمد لله احنا اتربينا على وجود ماما وبابا في المجال ده، اصلا خلانا عندنا خبرة اكتر بالناس، وبنقابل كمان مشاكل كتيرة، يعني بنقابل اسر كتيرة بحكم ان بابا بيمرن ناس كتيرة، فمخلينا احنا بنتجنب اي حاجة ممكن تحصل. مامي مربيانا من واحنا صغيرين، مهما حصل وايا كان ايه المشكلة اللي عدت عليك، تعالي لي احكي لي ايوه، انا هعرف اتصرف، انما تعالى ان انت احكي لي الصراحه الاول. وايا كان المشكله مفيش ترهيب من ناحيتكم، وده خلى لا ساعد الحمد على لله، الصداقه. ده خلتنا شخصية مختلفة تماما. ده جانب ماما وبابا، لكن انت اكيد اخذ منك الموضوع مجهود رهيب، يعني مبدئيا كده اكيد كان عدد ساعات التدريب كل يوم اكيد عدد ساعات كبير، كم كبير ساعه قوي. بالمناسبه؟ يعني هو تقريبا في يوم 8 مثلا ساعات، 8 8 ساعات، ساعات 8 ساعات. طيب يعني قصة ان انا ابقى بطل دي قصة، ده 8 ساعات تدريب يومي، غير بقى لو عندك مذاكرة ترجع تذاكر او قبل ما تنزل تذاكر، غير المدرسة والله دي حقيقة أصلا، يعني او كلية. بتبقى بعد الثمان حضرتك ساعات دول يعني مفيش. اعتقد ان هو ده دور الاب والام، وبرضك تاني هرجع اقول ازاي بقى؟ دور الاب والام على اساس ان هو النهارده انا برتب ال 24 ساعة، الرياضي النهارده بيحتاج على الاقل من 6 ساعات او من 4 ساعات ل 8 ساعات تمرين، المدرسه هقول النهارده 6 ساعات او الجامعه او الكليه، فبقت النهارده التوصيل، يعني ممكن كانت تكون المذاكره في العربيه، ممكن يكون الاكل في العربيه، ده انت ممكن بتستفيد المذاكره. فعلا بكل ما دقيقة، هو الحياة الحياه أصلا كانت في ده دور العربية، الاب والام، المذاكرة وفعلا هي في هي دي العربية، الحقيقه والله، الحياة كانت في هي دي العربية. الحقيقه. الطريق زحمه، طب انتوا عايزين تعملوا ايه؟ طلعوا خلاص لبسوا يلا هتذاكروا. دي حقيقة، أنا كنت بعمل كده هو ده عشان ألحق وقتي، إن هم يقعدوا يذاكروا في العربية، العربية يذاكر في حاجة العربية، هتتحفظ، يذاكر حاجة في النادي. هتتسمع، حاجة هتقدر تعملها لا في وخصوصا العربية، إنجزها العربية دلوقتي بتاخد نص الوقت يعني كل نص الوقت اليوم، كل الوقت فاحنا ممكن دلوقتي نذاكر وننام شوية كمان بننام فعلا. نستريح، وبعدين نروح يعني نصحى على التمرين بقى. أكيد أكيد، أنا سعيدة جدا بلقائكم، حقيقي أنتوا بتقدموا نموذج جميل ونموذج مشرف حقيقي معظم الأسر اللي بستضيفها، يعني أنتوا من الأسر المتميزة الجميلة اللي بتقدم نموذج فعلا مشرف. ربنا بشكركم، يخليك، شكرا لكم، شكرا ميرسي يا فندم، بشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتكم لينا، وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة مع أسرة جديدة من بيت العيلة.